يلا بسم الله الرحمن الرحيم. التوبيك بتاع دلوقتي هنتكلم عن البريفليج ليفل. يعني ايه بريفليج ليفل؟ كنا قلنا ايام الان ايه ان مش كل الادمنز اللي هيدخلوا على الراوتر المفروض يكون ليهم نفس الصلاحيات. في واحد مظبط نفسه كويس هديله اوامر، وفي واحد تاني لا تعبان هيلاقي هديله اوامر اقل. تمام. والفكره ان كنا قلنا ان سيسكو قسمت كل البريفليج على الراوتر لكام بريفليج؟ من 0 لغايه 15، وكريتت لي 0 واحد و15. يعني انا لو جيت دلوقتي هنا على الراوتر، تمام، وقلت له هنا دلوقتي مثلا شو بريفليج، قال لي ان انا في بريفليج ليفل كام؟ واحد. شوف شويه الاوامر اللي عليه، ادي صفحه الثانيه الحكايه كلها. تمام. لكن لو انا في الانيبل مود وقلت له شو بريفليج انتر، قال لي ان انا في بريفليج ليفل 15. عشان كده لما كنت بكريت يوزر وفي النص كده اقول له بريفليج 15 لوحده كده بيروح داخل على الانيبل مود. تمام. طب لو انا قلت له انيبل او ديسيبل 0، انيبل 0، يبقى انا كده دخلت على بريفليج ليفل 0 تقريبا، ما فيش حاجه. بالظبط. تمام. شويه الامور اللي قدامي حتى ما فيش شو. تمام. وسيسكو ثابت لي اللي ما بينهم، انا اللي كريتهم من 2 لغايه 14. وكنت حتى ساعتها قلت لك طريقه عقيمه جدا هنشوفها دلوقتي ان دي تنزل باذن الله، وهنكتشف فعلا ان هي طريقه عقيمه جدا وغبيه جدا. تمام. بس انا هعملها دلوقتي على اي او اس اقدم شويه، لان الاي او اس الجديده ظبطت نفسها شويه في الحته دي، فوريها لك على راوتر قديم، وبعد كده اوريك الانهانسمنت بتاعها على الجديد بقى عامل ازاي. ده اللي هو اي او اس 12.4. سي ان انا عندي مجموعة من الاوامر عايزة انقلها من مود لمود تاني. مثلا ليفل 0، بريفليج ليفل 0، اي حد يدخل على بريفليج ليفل 0 عايز يشوف الامر بتاع شو راننج. احنا شفنا بليفل 0 من شوية كان فيه ايه؟ ولا الهوا، ما فيهوش رانينج ده خالص. تمام. فممكن مثلا اقول له هنا في الكونفيجريشن مود ان اي حد بريفليج بريفليج. تمام. بيقول لي طب الامر اللي انت عايزاه ده موجود في انهي مود؟ الحته دي عشان تبقى سهله، هو الامر بتاع شو رانينج موجود فين؟ ايه البرومبت اللي جنبيه؟ اللي هو اليوزر مود، الانيبل مود. شو رانينج الديفولت بتاعه ان هو في انهي مود؟ في الانيبل. لو جيت على اليوزر مود على فكره وقلت له شو راننج هيديك ايرور، الامر ده مش موجود هناك. بس الانيبل فيه شو. بص هنا في شو راننج، في هنا شو راننج. تمام. لو طلعت على اليوزر مود وقلت له شو راننج، لا الامر ده مش موجود هنا. ده كمان بريفليج ليفل 1، فما بالك لو دخلت على بريفليج ليفل 0. تمام. فانا عايزه انقل دلوقتي الامر بتاع شو رانينج انترفيس مثلا كذا من بريفليج ليفل 15 لبريفليج ليفل 0، عشان اي حد يدخل على بريفليج ليفل 0 يشوف الامر ده. تمام. فهعمل ايه؟ هقول له بريفليج. تمام. الامر تاني شو رانينج موجود في انهي مود؟ في الانيبل مود. هنا بقى دي كل المودز اللي انت ممكن تلاقيها في حياتك، الكونفيجريشن او السب كونفيجريشن او الانيبل او اي مود. كل السب كونفيجريشنز هتلاقيهم في الليست اللي قدامك دول. بص قد ايه، كفايه كفايه. تمام. بص انا غلطان. تمام. الامر اللي انا انترستد فيه تاني اتفقنا انه فين؟ في الانيبل. مش هتلاقي هنا انيبل، اسمه اكزيك. اسمه ايه؟ اكزيك. تمام. ايه هو الليفل اللي انت عايز تنقله فيه لليفل 0؟ طب ايه هو بقى الكوماند اللي انت عايز تنقله فيه؟ سي ان انا عايز انقل فيه شو رانينج على الانترفيس فاست 0 على 0. انا مش هنقل شو رانينج كلها، انا هنقل شو رانينج على الانترفيس اف 0 على 0، بحيث ان اي يوزر داخل على بريفليج ليفل 0 يشوف بس الامر بتاع شو ران على الانترفيس فاست 0 على 0، مش شو رانينج كلها. تمام.
طيب لو نزلت تحت دلوقتي فاست زيرو على زيرو، تعالى كده كأني بعمل شوية كونفيجريشن. نبرفاي بقى، تعالى نتست كده. لو قلت له انيبل زيرو، لو استخدمت الهلب، واو ده في شو صح؟ شو لو استخدمت الهلب، الله 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 الله، ايه اللخبطه دي؟ بس ما فيش رن. لا هي في رن، في رن اهي. بس ثانيه واحده، انا ما اديتش كل ده وبالمره كمان بالظبط. ولو قلت له شو راننج ده اتطبق، رغم ان انا قلت له مش من حق اليوزر ده الا ان هو يشوف شو راننج على انترفيس فاست زيرو على زيرو بس. بس شو راننج شافها وضغط انتر وطبقت، ده غير ان ظهر شويه حاجات ثانيه. صح. بس اخدت بالك ان شو راننج ما ظهر ليش اي كونفيجريشن نهائي؟ ايه ده بقى؟ طب الاول نشرح الحته دي. لو قلت له شو راننج كونفيج انكلود البريفليج اللي انا ظبطتها، انتر انكلود بريفليج انتر، انا كنت قايله ان الراجل ده ياخد ايه؟ شو راننج على الانترفيس فاست زيرو على زيرو لوحده كده، ام مديله كمان شو راننج وشو. صح تمام. طب تاني لو قلت له انيبل زيرو سوري، تمام، وقلت له شو راننج على الانترفيس فاست زيرو اوفر زيرو، هو الامر نفس ما جابش حاجة. ليه؟ لان ساعتها الراجل ده مش هيشوف الا اللي هو من حقه ان هو يعمله. اليوزر ده في الرننج كونفيج مش هيشوف فيها الا ايه؟ اللي هو من حقه ان هو يعمله بس. هو الراجل ده ابو بريفليج زيرو ده من حقه ان هو يحط اي بي؟ لا عشان كده ما شافش هنا الاي بي. طب ليه ما يشوفش ان في اي بي مثلا على الانترفيس الفلاني؟ ممكن تعملها بس من شو اي بي انترفيس بريف، لكن شو راننج عمره ما هيشوف الا اللي هو من حقه بس ان هو يعمله. عشان كده لما حتى قلت له هنا شو راننج، شو راننج كامله ولا هوست نيم ولا اي حاجه خالص. مش من حقه تاني الا ان هو يشوف ايه اللي هو من حقه ان هو يعمله. طب تيجي كده اديله اوبشن ان هو من حقه ان هو يحط اي بي. ماشي، هقول له هنا بريفليج، تمام. انا عايزه اديله الامر بتاع اي بي ادرس. لا مش اكس بتاع اي بي ادرس، ده فين؟ في انهي مود؟ كونفيجريشن. اي بي ادرس، اي بي ادرس في السب كونفيجريشن اللي هو بتاع الانترفيس. اصلا عندي ملايين، مش ملايين بس، عندي كتير جدا في السب كونفيجريشن. صح. انهي واحد في السب كونفيجريشن بتاع انترفيس. صح. طيب نكمل. انا عايزه انقل الامر لمين؟ لليفل زيرو. عايزه انقله لمين؟ لليفل زيرو، تمام. لو استخدمت القلب، ايه هو الامر اللي انا عايزاه؟ اي بي ادرس. تمام. بالمناسبه انت لو استخدمت لي هنا مود غلط، الامر ده ساعتها هيدي ايرور، لان كل مود وليه اوامر. تعال نتست. لو قلت له انيبل زيرو شو راننج على الانترفيس فاست زيرو على زيرو، ظهر. واضحة؟ طبعا بقى وانت بتكريت يوزر، وانت بتكريت يوزر عايز تدي عبير بريفليج زيرو، باسورد 1 2 3، يبقى عبير كل ما تيجي تدخل هتدخل على بريفليج كام؟ زيرو. في اي مشاكل؟ بس عبير ما تقدرش تغير البريفليج بتاعها من الانيبل. لا هي ما تعرفش تعمل اي حاجه نهائي الا طبعا اذا انت كنت مديلها باسورد الانيبل هتدخل وتعمل اللي هي عايزاه. انما طالما انت مش مديلها الا بس المود بتاعها، خلاص كده انتهت. تمام. الاي او اس الجديده بقى، انا ما رضيتش اعمل لك الكلام ده عليه عشان عايزه اوريك القديم بس كان بيبقى فيه ايه. الاي او اس الجديده ظبطوا الحته دي، يعني حتى لو انا اديت له الاوبشن بتاع انه يغير الاي بي ادرس، شو راننج برضه ما بيصيرش حاجه. يعني اعتقد ان طريقه تفكير سيسكو ان دي طريقه غبيه وعقيمه، اعرف ليه دلوقتي؟ لان في طريقه احدث اسمها بارس ريفيو، فاعتقد ان سيسكو واحده واحده كده بتشيل ايه الطريقه القديمه دي عشان الناس كلها تشتغل بطريقه الرول بيست سي ال اي او بنسميها البارس ريفيو. تمام. فلو جيت طبقت الكلام ده تاني على الانيبل، على سوري الاي او اس الجديده،
شاء الله تديروا ايه شو رانينج. مفيش حاجه مفيش حاجه حرفيا، بمعنى مفيش حاجه، مفيش حتى الليسته دي كده. ايوه مفيش اي حاجه خالص. تمام واضحه. طب تعالى نعمل حركه كمان. هو انا في الانيبل مود، في سوري في اليوزر مود، مش انا عندي من ضمن الاوامر في امر تلنت والبنك، في امر تلنت اهو وفي امر بنك، دول في انهي مود؟ في الانيبل مود اللي هو بريفليج سوري، في اليوزر مود ابو بريفليج واحد. تمام. طب سين انا عايزه انقلهم لمود اعلى، سين مثلا هنقلهم لمود 5. تمام. اعمل ايه؟ قول لي بقى كده اعمل ايه. بريفليج هو الاوامر دي فين؟ في اليوزر مود. صح. اليوزر والانيبل الاثنين اسمهم اكسك، عشان ما تتوهش نفسك تاني. الامر فين؟ ايه هو البرومبت اللي جنبيه؟ اليوزر مود، يبقى اسمه اكسك. تمام. انا عايز انقلهم لليفل 5. عايز انقل ايه؟ التلنت، وعايز انقل كمان البنك، الاثنين دول. تمام. تعالى كده نجرب بقى. طب هتعمل ايه اليوزر مود؟ عادي يعني، بدل ما اقعد اطلع وادخل بس يعني كسل مش اكتر. تمام. مش هتعرف تدخل وتدخل بعدين ولا تتيفر. تمام. لو جيت هنا ادور على بنك او تلنت، مفيش حاجه. بنك كان المفروض مكانها هنا صح، والتلنت مفيش. تمام. يبقى انا فعلا نقلتهم لمود اعلى. تمام. بس على فكره اليوزر ممكن يستهبل يعمل ايه؟ يروح جاي هنا كده مديله، تعالى بس انا ابنك على نفسي كاني بتلت على نفسي يعني. تمام. يروح مديله الاي بي بتاع مين؟ الديستنيشن. يبقى انا صحيح شايله من عليه شايله من عنده يعني امر التلت، بس هو استهبل كتب الاي بي وعن طريقه عمل تلت. اعمل ايه؟ ممكن ان انا احل المشكله دي. هنزل تحت اللاين كونسول زيرو، لان دلوقتي داخل على الراوتر ده عن طريق الكونسول. تمام. واقول له ترانسبورت، احنا اخدنا قبل كده ترانسبورت انبوت اس اس اتش او تلنت صح. لا انا هقول له المره دي ترانسبورت بريفيرد الديفولت تلنت، الديفولت تلنت، علشان كده اول ما بكتب الاي بي بيروح عامل ايه؟ تلنت على الاي بي ده. لا انا هقول له المره دي نان. بص تاثير ده بقى، لو قلت له هنا 10.003 قام مديني ايرور. تمام. ليه؟ انت قلت له البريفيرد بتاعك هو مين؟ لا التلنت ولا الاس اس اتش، انت شلت من البريفيرد خالص. فبالتالي اليوزر ده لو حاول يستهبل ويدخل اساسا تلنت بالاي بي هيدي ايرور. بس يعني انا المفروض احدد الترانسبورت اني انا شغال على انهي ليفل؟ تاني معلش؟ يعني هنا المفروض كنت احدد انا شغال على انهي ليفل؟ لا انت كده بصفه عامه شلت الامر، شلت ان انت عمليه التلنت نفسها من اليوزر مود او من الانيبل مود بالاي بي ان جنرال. انت مش بتحددها اليوزر مايند، انت العمليه نفسها. يعني لازم احدد، يعني لو حتى لو انا عندي بريفليج 15 عايز تلنت لازم اكتب تلنت بالاي بي. وطبعا لو جه يستهبل ويكتب تلنت مفيش. واضحه كده؟ في اي مشاكل في الطريقه دي؟ طريقه غبيه وعظيمه جدا. ليه بقى؟ تعال نشوف كده مشاكلها. بسم الله الرحمن الرحيم، دي اكزامبل عليها يعني. تمام. اول حاجه الامر بيبقى في ليفل واحد بس. الامر بيبقى في ايه؟ في ليفل واحد بس. انا شلته من الليفل واحد نقلته لليفل 5، وبالتالي هو افرض ان انا عندي يعني عايز احط نفس الامر في اثنين ليفل، لا مفيش الكلام ده. طريقه البارسر فيو اللي هنتكلم عنها دلوقتي، لا الكلام ده موجود. تمام. حاجه كمان، لما انا دلوقتي اديت عبير بريفليج ليفل 5 هي من حقها تشغل انهي اوامر؟ 0 1 2 3 4 5. بتشوف كل الاوامر اللي في المودز او البريفليج اللي اقل منها. تمام. حاجه ثالثه،
لما انا دلوقتي اديت لها امر معين زي شو رانينج على الانترفيس فاست زيرو على زيرو، غصب عني في شويه حاجات كده اتحطت معاها. شو رانينج شو في حاجات تانية اتحطت. ليه؟ لان الاي او اس محتاج الاوامر دي علشان اصلا تقدر تشغل الامر بتاع شو رانينج على الانترفيس فاست زيرو على زيرو. يبقى كل دي عيوب لمين؟ البريفليج. ان هو الطريقه بتاعه البريفليج ليفل. في طريقه ثانيه؟ اتفقنا بقى الطريقه الثانيه الافضل اللي هي بنسميها رول بيست اكسس كنترول، او بنسميها رول بيست سي ال اي، او بنسميها بارسر فيو. الثلاث مسميات دي تمام. فكرتها ايه بقى؟ تعالى بقى نكمل الكلام ده على الاي او اس هنا الجديد، لان هو هو على القديم هو الجديد مفيش مشكله تمام. لكن مش محتاجين، بس اقفلهم وافتحهم تاني عشان ابقى متاكده ان مفيش اي كونفيجريشن قديمه تعمل لي كونفليكت على حاجه. طريقه التفكير بقى بتاعه البارسر فيو، ان انا بيبقى عندي root view، بيبقى عندي ايه؟ root view. ده اكبر view فيه. تحت root view ممكن تكريت super view، وتحت super view ممكن تكريت view صغيرة، والview ده هو اللي انت بتربطه بيوزر. يبقى كل يوزر ده مثلا عبير، عبير من حقها تشوف الاوامر اللي موجودة فين؟ في view واحد. احمد من حقه ان هو يشوف مين؟ الاوامر اللي موجودة في فيو 2. طب افرض ان انت عايز يبقى عندك يوزر شايف الاوامر دي والاوامر دي، محمد مثلا، تروح عامل لهم الاثنين سوبر فيو، تعمل للاثنين ايه؟ سوبر فيو، وتخلي محمد تبع مين؟ سوبر فيو. يبقى ساعتها محمد بيشوف الاوامر اللي تحت فيو 1 والاوامر اللي تحت فيو 2. واضحه كده؟ لو انت دلت السوبر فيو، الفيوز اللي تحت ما بتدلتش. هو بالترتيب الروت فيو ده الفيو الاصلي خالص اللي احنا اوريدي بندخل عليه من اول ما بدانا في سيسكو تمام. تحتيه بتكريت شويه فيوز، ممكن تجمع شويه فيوز تحطهم في السوبر فيو. في السوبر فيو تمام. نعمل الكلام ده تمام. اول حاجه خالص لازم يبقى فيه باسورد على الانيبل. لازم يبقى فيه باسورد على مين؟ على الانيبل. فقول له نيبل باسورد او سيكرت اللي الاثنين شغالين. نخلينا مثلا سيكرت عشان افضل، 1 2 3 مثلا. تاني خطوه لازم تفعل التريبل اي نيو موديل. فاكر التريبل اي نيو موديل؟ تمام. لازم تفعل التريبل اي نيو موديل. بعد كده هتطلع بره الراوتر وتدخل تاني، بس وانت داخل ما تقولوش انيبل وتدخل، تقول له انيبل فيو. تقول له ايه؟ انيبل فيو. ليه؟ عشان يدخلك على الروت فيو، لان عن طريق الروت فيو هتكريت تحتيه الفيوز اللي انت عايزها تمام. انت ممكن تقول له مسافه وتحدد الفيو اللي انت عايزه، انا لسه ما كريتش فيوز، فعلشان كده لو ضغطت انتر يبقى انا كده كده داخله على مين؟ على الروت فيو تمام. طلب بس اللي هي مين اللي انا حطيتها على الانيبل. عشان كمان شويه هكريت كذا فيو، وكل فيو هيبقى له باسورد معين تمام، وكل فيو هربطه بيوزر معين. فاكر زمان ايام الاي ام ايه لما كنا قلنا الديفولت اللي هي باسورد واحد على الانيبل كل الناس بتدخل بيها؟ لكن في البارسر فيو كل فيو هيبقى له باسورد على الانيبل مربوط بيوزر معين. لان لما اليوزر يجي يدخل، ما انا مش عايزه كل اليوزر يدخل في النهايه على نفس الفيو، فكل واحد هيبقى له باسورد على الانيبل خاص بيه، او للدوك اسمه بارسر على الفيو الخاص بيه. واضحه؟ طيب بص، حتى كتاكيد لو قلت له هنا شو بارسر فيو، قال لي ان انا في انهي فيو دلوقتي؟ في الروت. طب انا عايز اكرر الفيو اعمل ايه؟ هروح قايله له هنا بارسر فيو بارسر سوري بارسر فيو. بارسر فيو تمام. واديله اي اسم زي مثلا هسميه راوتر انتر. اول حاجه خالص احط باسورد على مين؟
على ده وما بيسبورتش السكرت الكلير تكست، بيسبورت بس مين؟ السكرت. في مثلا هقول له 4 5 6. اوكي، بعد ما حددت الباسورد بتاع الفيو ده احدد الكومنتس بقى اللي مسموح ليها جوه الفيو ده. واتفقنا تاني ميزه البارسر فيو انه ممكن يبقى نفس الامر جوه اكتر من فيو، فبالتالي ممكن يبقى في امر دلوقتي مشترك ما بين عبير وما بين احمد رغم ان كل واحد في فيو مختلف. تمام، انهي كومنتس بقى انت اللي عايزها؟ عايزها تظهر بالنسبه للفيو ده. شوف اللي انت عايزه. اتفقنا تاني اللي قدامك دي اللي هي مين؟ المودز بتاعتي. سي ان انا دلوقتي الفيو ده عايزه اليوزر اللي جواه مثلا يبينج ويس اس اتش مثلا. ماشي اوكي، يبقى الكلام ده فين؟ في الاسك. تمام، انهي اوامر انت عايزها؟ انكلود. انكلود مين؟ اكتب لي الاوامر اللي انت عايزها. لو انا قلت له اكسكلود يعني هيشوف كل الاوامر ما عدا. لو انا قلت له انكلود اكسكلوسيف هيشوف الاوامر دي، ولو حبيت ان انا اخد الامر ده احطه في فيو تاني هيرفض. يبقى مختص بس بده بس. تمام، طب نمسك واحده واحده. انكلود انت كنت عايز تعمل ايه؟ بينك، وعايز كمان ماشي كفايه دول. تمام كده، انا كده خلصت. اوكي تعالى بقى اطلع. وانا داخله دلوقتي ما اقولوش انيبل، اقول له انيبل فيو. هو انا لو ضغطت انتر هدخل على الروت فيو؟ انا مش عايز الروت فيو، انا عايز الفيو اللي اسمه راوتر اللي كانت الباسورد بتاعته 4 5 6. صح. بص اليوزر ده بينك وتلنت وشويه حاجات بسيطه على سبيل المثال، شو يعرف بس البارسر فيو بتاعه اللي هو مين. يعرف الفيو بتاعه هو مين. حاجات بسيطه جدا غير التاني. انت عنده ان هو ممكن يخش انيبل لو عارف بقى الباسورد. عشان تتنقل بس بدل ما تطلع بره خالص وتدخل تاني، هي الفكره بس انك ايه تتنقل ما بين المودز انترنال او ما بين الفيوز انترنال بدل ما تطلع بره خالص. تمام، يبقى هم دول شويه الاوامر اللي شافها. اوكي، طب تعالى نعمل حاجه مثلا اديله اوامر بس انا ما يقدرش يخش على كونفيج تي مثلا. لا خلاص مفيش، فعشان كده انا هضطر ان انا اقول له انيبل وادخل بالانيبل بتاع الروت. تمام، انا حتى دلوقتي كده غلط لانه لو قلت له شو بارسر فيو انا كان المفروض اصلا نو فيوز، انا كان المفروض ادخل بايه؟ انيبل كذا، انيبل فيو. تمام، فاقول له انيبل فيو واضغط انتر عشان ادخل على الروت فيو. لو قلت له دلوقتي شو فيو قال لي ان انا داخل على الروت. تمام، تعال ازود للروت اللي اسمه او للفيو اللي اسمه راوتر ده شويه اوامر كمان. بارسر فيو، بارسر فيو اللي اسمه راوتر. تمام، مثلا اعمل ايه؟ كومنتس. سي ان انا دلوقتي هخليه من حقه الراجل ده يكتب كل اوامر راوتر ريب راوتر اوز بي اف راوتر اي اي شو ار بي يعني راوتنج. تمام، فاقول له هنا كومنتس، هي الاوامر دي فين؟ في كونتينيوشن مود، يبقى كونفيجر. تمام، ايه هي الاوامر؟ انكلود، تعالى كمان بالمره ارخم واقول له اكسكلوسيف عشان نتاكد ساعتها ان الاوامر دي لو حبيتها ان انا احطها في مود تاني هيرفض. ايه هي الامر اللي انا انترستد فيه؟ اول راوتر، يعني اي امر بدايته راوتر يبقى ده خاص بالمود ده بس، اكسكلوسيف للمود ده. طب افرض انا عايز احط الـ USBF بقى تحت اللي هي الطريقه الثانيه اللي هي تحت الانترفيس. لا ما عشان يبقى بلاش كده بقى انكلود اكسكلوسيف، ده انا بوريك بس كتاكيد ان انا لو حطيت هنا اكسكلوسيف لو حاولت دلوقتي اروح على مود تاني اكريته واحط جواه راوتر هيرفض. تمام، تعالى كمان انكلود اكسكلوسيف مثلا شو مثلا رانينج على الانترفيس بس 0 على 0. اداني ايرور لان المود ده مش هنا، المود ده فين؟ في الانترفيس.
unrecognized interface include sorry شو يا احمد شو exec شو تمام. تعالى بقى نتست كده نيبل فيو اللي اسمه راوتر كان 4 5 6 لو استخدمت الهلب في شو شو رانينج لو استخدمت الهلب ده هو كمان بس ارحم من التاني بصراحة اداني شو رانينج رغم ان انا ما قلتله شو رانينج لان اصلا عشان اقوله شو رانينج على الانترفيس مصري يبقى معايا شو رانينج تمام. طب لو ضغطت انتر هو انا حطيت اي دي على الانترفيس؟ لا معلش. عموما يعني لو حطيت اي بي انترفيس برضو مش هشوف الاي بي ليه نفس الفكره اللي عملناها في البريفليج ليفل تمام ان اساسا اليوزر ده ما بيشوفش في الشو رانينج الا اللي من حقه يعمله. تعالى كده نعملها بسرعه انيبل فيو هنزل تحت الانترفيس فاست 0 على 0 اديله اي بي ادرس على راوتر الفيو اللي اسمه راوتر شو رانينج مش ظهر عندي حاجه يبقى برضو هعمل ايه هدي للراوتر فيو ده الاوبشن ان هو يحط اي بي على الانترفيس عشان اصلا يظهر هنا في الشو رانينج تمام واضحه فهي يعني مش محتاجه اعمل تمام. طب تعالى نكريت فيو كمان enable view انا دخلت دلوقتي على root view لان root view هو اللي بيكريت الفيوز التانية تمام واقول له parser view سي مثلا هكريت view اسمه مثلا vpn يبقى انا عندي router وعندي vpn تمام اعمل فيه ايه شو كريبتو هحط فيه الاوامر كلها بتاعت شو كريبتو وشو اي بي انترفيس تريف تمام يبقى هاجي هنا اقول له اولا طبعا لو انا قلت له كومنتس اي حاجه كده عشان نتست بس اكزيك انكلود تلنت ما قبلش الامر الا لما احط بس فكان لازم الاول اقول له سيكريت سي مثلا 7 8 9 تمام واجي هنا اقول له كومنتس وحط له بقى كومنتس اللي انت عايزها احنا اتفقنا ان انا اقول له ايه شو كريبتو صح يبقى شو يبقى في الاكزيك مود انكلود شو كريبتو كي ماي باب كي اللي بالار اس اي ده الامر بتاع اللي هو بتاع الاس اس اتش اللي بشوفه عن طريق الكي بتاعي تمام. طب تعالى اقول له كمان انكلود في الـ configuration mode configure include all router بالظبط ليه؟ ما هو الأمر بتاع all router أنا كنت عاملاه أساسا exclusive في مود تاني فعشان كده ما قبلش هنا صح؟ تعالى التست لو قلت له enable على الفيو اللي هو VPN كان 7 8 9 شو بص هنا مفيش تلنت ولا اس اس اتش شو كريبتو كي موي باب كي اللي بالار اس اي ما ظهرش برضه ما ظهرش ايه هو انا حاطه كي طب انا كنت حاطه طبعا انا لا ثانيه واحده هو في الشو رانينج بس الشو رانينج ما بيظهرش فيها الا اللي انا ايه سامحاله انما مثلا لو قلت له شو اي بي انترفيس بريف انا سمحت بشو اي بي انترفيس بريف حتى لو عبير او الفيو ده مش من حقه يحط اي بي هيشوفه الكلام ده بس في شو رانج بس مش اكتر تمام يعني طب والحاجه طب ثانيه واحده لو قلت له دلوقتي انيبل على فيو اللي هو الروت فيو تمام وجيت انا قلت له بارسر فيو اللي اسمه في بي ان تمام وقلت له بالنسبه للكومنتس شو اي بي انترفيس بريف يبقى فين اكزيك انكلود
شو اي بي انترفيس بريف. الفيو ده مش من حقه يحط بس صح؟ اه. ورغم كده لو قلت له دلوقتي ورغم كده لو قلت له انيبل انا اديت له شو اي بي انترفيس بريف. لو قلت له انيبل فيو على الفيو اللي اسمه في بي ان 789 تمام شو اي بي انترفيس بريف شافته. والكلام ده بس ان هي مش بتشوف الا من حقها اللي هي تعمله في الرانينج كونفيج. طب بالنسبه لو في انترفيس كبير والبقى الحاجه الواقعيه اللي بتحصل انا بكاري اليوزر ببريفليج ولا بعمل لهم بارسل؟ لا بارسل بيه. الطريقه دي افضل بكتير. لما ببقى فاتح لسه عامل مثلا اس اتش على راوتر ومعمول لي بارسل فيو هخش على الفيو اللي انا محدد بيه على طول اليوزر نيم والباسورد. طبعا عن طريق ما انا بتست كله عن طريق الكونسول اهو سواء على الكونسول عن طريق التلنت عن طريق الاس اس اتش. ماشي بس انا لو داخل باليوزر نيم والباسورد يبقى كده هتعمل لي برضه بريفليج تاني كده لو ايه؟ يعني مثلا باقي المكنه دي كده. لا ما انت انسى بقى حته البريفليج. انت هتدخل مش هتقول له انيبل انت هتقول له انيبل فيو وانت داخل. وانا داخل. بس مش هخش له بيوزر نيم. لا انت لما تيجي تدخل هتدخل بيوزر نيم. ويوزر نيم. تدخل على الانيبل ما تقولوش انيبل تقول له ايه؟ انيبل فيو. مش انت لما بتدخل على الانيبل. بس انا لما بخش يوزر نيم يبقى معنى كده ان انا كريت اليوزر نيم وباسورد. البريفليج ايه بقى؟ واحد ديفولت. فبتدخل على اليوزر مود تيجي تدخل انيبل تروح قايل له انيبل فيو. مش انيبل عادي انيبل بس. لان اصلا لو انيبل بس هيطلب منك الباسورد بتاع الروت فيو انت تعرفه؟ لا. تمام؟ والكلام ده طبعا انا بعمله دلوقتي لوكالي على الراوتر. قدام باذن الله هيتعمل على التريبل اي سيرفر. الاي سي اس سيرفر. تمام؟ طيب سي دلوقتي ان انا عايزه انيبل الاول بس كده فيو الروت فيو 1 2 3 تمام؟ سي ان انا عايزه كاري بقى سوبر فيو. لا من الاثنين دول هعمل ايه؟ هقول له هنا بارسر فيو وسي مثلا هقول له سوبر اسمه هيبقى سوبر. مش هعرف ان ده سوبر فيو هستخدم كده الهيلب واحط له هنا اوبشن في الاخر سوبر فيو. مش هدي له اسم الفيو بس لا هاجي في الاخر اقول له ايه؟ سوبر فيو. الفيو ده هتحدد له سيكريت وهتحدد جواه الفيوز اللي جواه. واخد بالك كده ما تحددش كومنتس اتحدد هنا الفيوز اللي جواه. هقول له الاول كده سيكريت 1 2 3 تمام والفيوز اللي جواه هي مين؟ راوتر والفيو الثاني اللي هو في بي ان تمام. تعالى كده نتست. انيبل فيو اللي اسمه سوبر 1 2 3 تمام. بص لو استخدمت الهيلب شو موجوده بينج موجود صح تلنت موجوده. طب شو موجود جواها ايه؟ شو اي بي انترفيس بريف شو كريبتو شو رانينج يعني هو بالظبط تمام. هو السوبر فيو اتفقنا انه بيلم الفيوز اللي تحتيه. ولو انت جدا دلته دلوقتي مين اللي هيدلت السوبر فيو بس الفيوز الاصليه هتفضل موجوده عادي. طب سؤال لو انا بقى ضفت يوزر للسوبر فيو هيشوف الاثنين؟ هعملها لك دلوقتي. هنكريت يوزر واديله فيو معين تمام. بس تعالى الاول بس كده ايه ادلت الفيو مش انيبل بقى عامل سوري انيبل فيو تمام نو بارسر فيو اللي اسمه سوبر اللي كان نوعه سوبر فيو ما دلتش بقيه الفيوز كتاكيد اهو. لو قلت له هنا انيبل فيو في بي ان مثلا انتر كان 789 صح موجود ستيل اكزيست واضحه. طيب سي دلوقتي بقى ان انت عايز تكريت يوزر انيبل فيو كده او انيبل بس بقى.
في دلوقتي ان انت عايز تكريت يوزر واليوزر ده تربطه ببريفليج معين او تربطه سوري بفيو معين. مش انا كنت بقول له يوزر عبير بريفليج كذا قول له يوزر عبير بريفليج او سوري فيو كذا. تمام؟ يعني وانا بكريت اليوزر هقول له هنا يوزر نيم فيو وتحدد اسم الفيو اللي انت عايزه. تمام؟ سوري يوزر نيم عبير وتحدد لي اسم الفيو اللي انت عايزه. في مثلا عبير دي تبع في بي ان اللي الباسورد بتاعتها 1 2 3. او كان ممكن تعملها على امرين، يعني تقول له يوزر نيم عبير باسورد كذا وفي سطر جديد يوزر نيم عبير فيو كذا. طيب انت كده ببريفليج عبير دي ببريفليج كام؟ لا كده واحد. هو انا حددت لها بريفليج؟ لا يبقى بريفليج واحد. تمام. تعال نتست كده الاول كده، بس احط باسورد على لاين كونسول 0 لوجن. لوكال كريت يوزر ما فيش هنا لوجن لوكال. ثانيه واحده حاضر. لوجن اوثنتيكيشن عشان انا بس شغلت التربل اي ديفولت. از نوت ديفايند. انا لسه عايزه احددها. بتقولي مش لما انا بحدد كريت يوزر الديفولت بيبقى 15؟ لا ده لما اقول له في النص بريفليج 15، انما الديفولت لليوزر واحد. تمام. انا بس مش عايزه اتوهك دلوقتي ان انا ادخل جوه اللاين كونسول والكلام ده عشان انا شغلت التريبل اي، وطالما شغلت التريبل اي المفروض الاول، وان احنا اخذنا الكلام ده ايه من اي في التريبل اي صح. لو انا دلوقتي عايزه اوثنتيكيت عن طريق التريبل اي بقول له ايه؟ بقول له لوجن اوثنتيكيشن ديفولت وبعد كده بقول له تريبل اي اوثنتيكيشن. تمام. ان انا عايز استخدمها في عملية اللوجين اللي اسمها ديفولت، وهستخدم اللوكال داتابيز. لو جيت المرة دي بقى تحت لاين كونسول 0 واقول له لوجين اوثنتيكيت ديفولت. فاكر الكلام ده هنا ان ايه؟ تمام. لو جيت دلوقتي اطلع اكزت خالص عبير الباسورد بتاعتها كانت ISync 1 2 3. هفترض طبعا انا عارفه من الفيرجن ده من الاي او اس او الفيرجن ده من جي ان اس بيدخلني على الانيبل على طول، لكن طبعا الديفولت ان هي تدخل على مين؟ على اليوزر. تمام. لان في امر تحت اللاين كونسول بريفليج ليفل 15، عشان كده اي يوزر بيدخل على الكونسول بيدخل على الانيبل على طول. تمام. فبدل ما امسحه انا عملت بس ديسيبل. يعني اوكي عبير لما تيجي تدخل هتدخل على انيبل كام؟ هي لازم لما تيجي تدخل انت هتحدد لها الفيو بتاعها اللي هو في بي ان، وهتبقى مديلها الباسورد بتاعتها. تيجي عبير تشتغل. تمام. واضحه كده؟ بس تمام. هو ده البارسر فيو. اوكي بس يبقى كده خلصنا الجزء ده. ماشي هوقف.